في إطار الاهتمام ورعاية الموهوبين وضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للتعليم، قام مجلس الشارقة للتعليم بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد للموهبة. من خلال هذه الاتفاقية نسعى إلى اعتماد الاختبارات والمعايير العالمية لاختيار الموهوبين. هذه الاتفاقية ستكون مخرجاتها عملية وستضيف للميدان التربوي بشكل كبير جداً. من خلالها نحن نستهدف أن نجد الفئة الموهوبة ونعمل برامج خاصة لها، سواء كانت برامج تستهدف مهاراتهم الفكرية أو المهارات العلمية لديهم. في الختام نتمنى من الجميع أن يشارك مجلس الشارقة للتعليم في مبادراته، وأولى هذه المبادرات مبادرة تقييم ومعرفة أن أبنائهم من فئة الموهوبين أم لا.